ما يخفلكش النصر فريق صح عالمي، ولكن مولودية أيضا كي يعني عندما تلعب الكرة تاعها وتكون في يومها يصبح في هذاك اليوم يوم عالمي. نحاولوا باش نلعبوا هذه المباراة بمراحل، ويعني للأسف حنا في الجزائر ما يجي يا ما تجيش، ما كاش المراحل، ما يسمعوش بعد يعني الكرة تلعب مراحل، وفي بعض الأحيان حتى في دقائق أخرى تقدر تسجل ويسجلوا عليك أيضا. لقاء تلعب هذا يعني حم دخلوا يعني حم دخلوا بكل قوة، خاصة بعد الفوز تاع لقاء الذهاب. الآن يعني في أنا في الجزائر أمام الجماهير تاعنا ما راح يعني كل الظروف راهي يعني كل الظروف راهي احنا من جهتنا بارابور الفريق الخصم، ان شاء الله يعني نزيدو نحققو يعني بون. الان في مثال اللقاءات هو التأهل.